Ben günah deryasından bir küçük düşle çıktım. Hidayette anladım, gördüm düş değilmiş. Ben bir cahil Ademken yolum düştü çöllere. Kul hakkı ne bilmezdim, içtiğim su seninmiş. Tövbe. هذا اليوم المميز مراد يالنز ومروى شاهين رح يحملوا المسؤولية، ونحن هلأ معهم لنشاركهم فرحتهم بأنهم رح يصيروا عيلة وحدة. قبل ما نخلص الإجراءات القانونية وبحضور الضيوف الكرام وقرايبين العروسين، بدي أسأل العروسين لآخر مرة. سيد مراد يالنز، أنت بتقبل أنه مروى شاهين تكون زوجتك؟ بقبل. أنسة مروى شاهين، أنت بتقبلي إنه مراد يالنز يكون زوجك؟ لا. برافو. مروة؟ لا. لا. عمو مراد، صباح الخير رفاق. وصلني لباص المدرسة؟ طبعا بوصلك بوصلك. عمو مراد، انت بتحب لخالة مروة؟ شو خطر على بالك هلا؟ ما بعرف، بس اليوم الصبح سمعتك عم تنادي باسم مروة. انتو متزعلين؟ لا. إذا عن جد ما نكون زعلانين من بعض، ليش ما تتجوزوا؟ امشي هلا، يلا يلا، دير بالك على دروسك، روح. يلا صباح الخير. يلا بسرعة، صباح الخير رأفت، تعال عود جنبي. وهي كمان تركت، هلأ صار بدي أخبز الخبز وبيع الزباين كمان.
صباح الخير عم إبراهيم. أهلين مراد. يا أهلين. خير؟ مانك على بعضك؟ ما في شي مراد. سونا وينها؟ مو هون، قالت إنه عندها شغل وراحت. شي حلو والله. إذا كانت موظفة عند الدولة أو بأي شركة خاصة بتقدر تروح وتيجي على كيفة؟ لا. طيب قالت لوين بدها تروح؟ لا، بس كانت فرحانة كتير. دخيل اسمك يا ربي. إذا بدها تضل هيك لازم نشوف غيرها. على القليلة إذا جبنا غيرها منقدر نعرف شو قلنا وشو علينا. أنا برأيي لا تقعد هلأ. كيف يعني؟ ليش؟ ليكني إجيت، ليش لحتى ما ساعدك؟ نحن صرنا بآخر الشهر ولازم تنهي موضوع تجديد الرخصة. عم يقولوا إنه موظف البلدية المسؤول عن الرخص ملعون كتير. يا مراد لازم تحل الموضوع بسرعة مشان ما نوقع بالمشاكل. معك حق، أنا رايح. بما إنه صارت وصارت، في عندي شغلة تانية بطريقي، خلصها وبروح. ولك طول بالك يا زلمه، طول بالك. انتوا اللي قتلتوا برتشدك. ما في داعي. برتي ماتت بسببكم انتوا. طول بالك. يا اخي انا عندي اولاد. رح تدفعوا ثمن هذا الشيء. يا اخي ما بيصير. مين كان معها جوا؟ احكوا. هذا كانه مجنون. اه احكوا. صاير بعقله شيء. احكوا يلا. حدا يهديه مشان انت اللي كنت معها. انت اللي كيف ماتت. لو سمحت مو هيك. انتوا كمان رح تموتوا. جهزوا لي حالكم. شو؟ جهزوا لي حالك. لكن احنا شو دخلنا؟ ما رح بتعيشوا. انت كمان كنتي وانت يا استاذ اساسا زوجتك لما وصلت للمستشفى كانت ميتة. كذب. بس اسمعوا، انتوا عم تكذبوه. والله هذا كله كذب. فيك تتاكد من السجلات يا استاذ؟ انت كنتي معها. ها انت كنتي معها. عم يصير انت، انا بعرفك كمان حتموتي. وانت يا اخي اسمعني. وانت كلكم رح تموتوا. كلكم عم تفهموا؟ لو سمحت يا اخي نزل المسدس. ولادكم رح تعذبوا مثل ما عذبتوا اولادي. رح تدفعوا الثمن هذا كلياتكم. يا ربي تلطف فينا. انا برجيكم كلياتكم. يا اخي اصبر. هي هي اراده رب العالمين. اولادي اولادي رح يعيشوا بدون امهم بسببكم كلكم. بسببكم. خذوا الاسلاح. خذوا الاسلاح. يلا يلا شيلوه معي. طمنيني، فيكي شيء؟ انا منيحه شكرا لك. لا ولو. لك افتح لي ورقتك. ما بصير انت تكتب. الك شو رح يصير يعني؟ نجاح بشطارتك. خود هاي. يا لطيف. إذا دوبيش أنا بربح، بس دوبيش وبتخلص. روح يا أحلى زهر. إيه لك دخيله لهالدوبيش ما قلزه. شرفه. وهي خسرت معلمكن، في حدا يجرب حظه كمان؟ يا مراد المصاري رح أدفعها، بس مو هلأ لأنه بدي أدفع الأجار. بالله شو بدك تدفع غصب عنك؟ إذا ما أنك قد اللعب لا تلعب. شو رأيك تلعب معي؟ إيه وليش ما ألعب؟ ما بعرفك هيك. تعال. أنا ما بلعب قمار، بس رح ألعب بنفس المبلغ اللي ربحته من الشباب. يعني إذا أنت ربحت بتاخد ضعف المبلغ اللي معك، وإذا أنا ربحت بترجع كل شيء. إيه لعب لشوف. والله وبهدلته يا أستاذ طيفون. مراد والله صرت مسخرة. طيفون طلع حريف يا شباب. بصراحة أنتم بتستحقوا الخسارة لأنكم كنتوا عم تلعبوا قمار. لك انتو ما في براسكن عقل؟ الناس بتجي لهون لتريح راسها، وانتو بتجوا لتضيعوا رزقتكم. يلا خاطركم. الله معك. سلام. والله العظيم معه حق. يا سيدي تبهدل مراد. ليش عم تطلع هيك؟ يلا. انا عن جد ما عاد بدي العب قمار. ايه منجي بكره ومنشوفك. مروه عن جد شكرا كثير. شو عم تعمل هون ولا؟ يلا انقلع. حلو. مراد يلنس. خير ان شاء الله. شو عم تعمل مراد؟ مروه انت ما بتعرفي لهاد. شو صار لك؟ متضايق مني؟ يلا امشي معي. لوين بدي امشي؟ عندي شغل. وبعدين شو اللي صاير لك؟ ولا شيء. انا رايح. لا تواخذني، لازم كمل شغل. لا لا ولا يهمك، ما في مشكلة. طيب خاطرك. مع السلامة.
مراد شو صار؟ كأنك ما رحت على البلدية. لا ما رحت، كنت معصب. مرحبا. انت وين كنتي؟ ليك الساعة؟ المعنى شو بالساعة؟ سونا لا تنسي انه كل شغلك هون لطف مني، فلا تجننيني. ها انا لازم روح، اصلا انا كنت جاية احكي معك، ما عاد فيني اتحمل كلامك بعد اليوم. سونا 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 اسمعيني سونا، لوين بدك تروحي؟ رجعي لشغلك وليه؟ لك اتركني. يا بترجعي على شغلك يا بتقدمي استقالتك، فهمتي؟ اجبار العامل على ترك الوظيفة شي ماله قانوني يا سيد مراد يالنس. لحظة، انت شو عم تعمل هون؟ انا كنت جاي لحتى اشوف خطيبتي، من شفتك لك. روح شوف خطيبتك ولا تتدخل بشغلي. انا ما عم بتدخل بشغلك، انا هلأ عم حذرك، اذا بدك تطرد عامل من الشغل لازم تدفع له تعويضه بالاول، القانون هيك بيقول. يلا حبيبي احط بحاجة تخلي المخلوقة عم تستناك. ما رح تستنى، ليك قدامي. شو؟ سونا؟ نعم. شو فيها؟ ليكون ما عجبك هالشي؟ طيفون فعلا انا كنت متضايق منك، بس من هلا ورايح رح ادعي لك، بس مشان الله يصبرك. ها بصراحه ما في داعي ادعي لك. شو يعني؟ يعني طالما الله بعت لك سونا بكون اكيد بعت لك شويه صبر. شوف يا استاذ، تحكي بادب عن خطيبتي، واذا ما حكيت بادب حبيبي رح تشوف شو رح يصير. بيشغلني بس مقابل الأكل، لو تعرف قديش عم بيعذبني. بالأساس حبيبتي كل شغلك هنيك غلط بغلط. بس يا طيفون أنا اللي شغلت له الفرن، ما بصير أترك له إياه، إذا أنا تركت ما رح يفتح بالمرة. من وين طلع لي هذا اللعبة؟ مراد شوفي. أوه. شو صار؟ طيفون، شفت طيفون؟ آه؟ كنت سلم لي عليه يا ابني، والله العظيم مشتقت له. أمي. أمي عم بتغار منه؟ ليش؟ ما هو حباب. أمي والله إذا بتضلك عم تحكي هيك بهج من البيت. ها والله لك يا ابني ما في داعي تعصب لهالدرجة. بالله جد؟ تخيلي إنه كل ما يخطر على بالي أعمل شي شغلة بيطلع لي وبيخرب لي إياها. عم بتبالغ، من وقت ما كنتوا صغار بتفكر هيك. قال عم بالغ. قال انت بتعرفي مين خطيبته لطيفون؟ من وين بدي اعرف؟ سونا. عم قلك سونا، وين ما عم روح عم يطلع لي بوشي يا امي، كل ما بدي احكي مع سونا بخصوص الشغل هوب فجأة بيطلع لي وبيخربط لي كل شي. ما فيني احكي شي بهذا الموضوع، انتبه ولا تجرحه للزلمة. لا تخافي امي لا تخافي، انا عملت فيه اللي بدي اعمله من زمان، وأحلى شيء إنه ما عنده خبر. لا ومو شاطر غير إنه يتمسخر. ها أنا عندي 7، أنت شو عندك؟ 2. مشاها غصب عنا. طيفون تعا شوف هالحظ، تعا شوف على هاللعبة، إذا جاب 7 من خوطه لعبة وما كانت. خرجيني والله ظريف. مضمونة يا طيفون، ما هيك؟ والله لا يتبهدلوا على الآخر. هلأ خلصنا العاب وحاجة تتمسخر، العمى على هالحظ. تخنت معلم، خلصنا اصحاب الطرنيب بالاول. إيه هيك ما بيصير، عم تقول له شو بده يلعب؟ خبيه والعاب هي. انا مو هيك مفكر العاب. والله يا طيفون معك حق، بشرفي انك معلم بالشده. على مالك حبيبي. طيفون انت كل يوم عم تشرب ادويه كتير، هيك بتضر كلاويك. هي الادويه خفيفه ما فيها شيء، هذا هو الدواء الوحيد اللي بيخوف. انت عندك عمى الوان، ما بتتخربط بيناتهم؟ ما بتخربط، هدول صار لي زمان عم بستعملهم. ايه انت أدرى. دور مين كان؟ دورك انت. يلا حاسس اني عم بخسر. ايه جهز حالك لك. من شان الله اللي قديش صار عمركم؟ شو فيها يا امي عم بمزح. طيب اذا صار له شيء؟ يعني شو راح يصير له امي؟ شو انا قتلته؟ هي مجرد مسحه وبس. يا ابني قول انك غلطت معه للزلمه. لا يا امي مو هيك، لا مبلغ غلطت.
أنت بدلت بين الأدوية تبعه، يعني في احتمال أنه ينأذى. وإذا كان؟ وشو يعني؟ عادي، ما له حق عندي. يا ستي ماني رايح لعنده حتى لو بيموت، لو شو ما صار ماني رايح. يا ابني كيف ما له حق عندك؟ أنت فكر أنه الله ما راح يسألك عنه؟ بعدين شو هالحكي؟ قال لو بيموت ما بيروح لعنده. دير بالك يا مراد، هذا الحكي كبير. روحي من هون وعلى اليمين واسأليهم. يعطيك العافية. أهلين. بالله بعد إذنك، معاملة تجديد الرخصة وين بيعملوها؟ دغري على اليمين بالمكتب. يسلموا. أهلا وسهلا. تفضل. يعطيك العافية. في عنا رخصة منساوية. انت شو شبك؟ ما عجبك؟ ايه لا ما عجبني. ادخل. مشان الرخصة بالله. هي عند الاستاذ طيفون الغرفة الثانية. يعني ما بتصير عند غيره؟ ليش؟ يعني فيني أعملها بمكان تاني؟ يعني بلدية أيوب مثلا؟ ما بصير يا أخي، أنت محلك مو بهديك المنطقة؟ إيه؟ معناتها بتسويها هون؟ تفضل. شو صار؟ انحلت مشكلتك؟ ما انحلت. إيه؟ خلينا نبلش لكن هذا المكان ما بيشبه الشوارع يا أستاذ مراد يلنز. هون الأرقام هي اللي بتحكي. هلأ صور لي هاي الورقة 3 نسخ، وخود هاي وسجلها بالديوان واختمها وجيبها، وخود هاي الورقة وهي كمان لأنه لازم ينختموا مع بعض. باعتبار في تغيير بالمهنة اطلع لفوق وخليهم يغيروا لك ياها. ايه وقول لهم يعطوك الورقة ويضموها للملف تبعك. ماشي. رخصتك كتير بدها شغل. يلا روح بسرعة. شو صار معك بعدين؟ هات لشوف. لا شو صار؟ على الأغلب غلطت. شو هاللون؟ شبه لونه أحمر. صحيح أنت معك عم ألوان. إيه مزبوط. ما علينا، صراحة لازم تعمل هالورقة من جديد. ليش؟ من شوي وقعتها. ما عاد يمشي الحال، كان لازم وقع بالأزرق. يا زلمة شو بتفرق أزرق ولا أحمر؟ قلت لك ما بيصير، ما فيني خالف تعليمات. أنت أكيد عم بتساوي هيك نكاية فيني. لا يا أخي مو هيك. مبلا أصلا عم بتساوي هيك. عيب عليك عيب. لا تعلي صوتك، ساويها من جديد مشان تخلص. ما عاد بدي. إذا هيك خليني سمعك كلمتين زراف ورح تتعود عليهم. ما في اليوم لبكرة.
ايه مراد، خلصت شغلك؟ شو صار؟ انت بتعرفي مين الموظف تبع الرخصة؟ طيفون. دخيل الله يا مراد. طيب ليش معصب انت؟ كيف ليش معصب يعني؟ الزلمة طالعني ونزلني لا وعلى الفاضي. يا لطيف شو نتن يا ابني، ممكن لأنه شغلتك عن طيفون يكون فيها خير لإلك. كيف يعني؟ مثلا يمكن في موضوع لازم تحكوه بالأول. لا مستحيل مستحيل أمي، مع طيفون مستحيل. بدق باب الناس كلياتهم، حتى فرعون بطلب منه أنه يسامحني، بس طيفون مستحيل، والله العظيم مستحيل إذا بموت أمي. ابني ما بيصير، أنت عم تغلط. شوف كل شيء بيصعب على الإنسان بيكون فيه خير. شو بيقول الشيخ الرومي؟ إذا ما حبيت صفة بشخص دور على نفس الصفة بحالك. أنا شو عملت له؟ مرتين مزحت معه وكبرنا وهو لساته عم يشتغل فيني. لا وكمان عم يحكي مع مروة. يا الله، شو صرت عم تغار منه؟ أه؟ يعني على شو بدي غار؟ شو بكي أمي؟ أساساً هو واحد حقير وأنا ما بغار منه. أنا شبعت. كل شي بيصعب على الإنسان بيكون فيه خير. طيفون النتن. عم إبراهيم؟ مراد، نحن أكيد ما حدا ساحرنا، بس بظن إنه حتى هالشغلات بدها تقلك شيء. أنت بس دير بالك على حالك. والله هيك مو معقول، حتى هي الشغلات مع طيفون. يا ربي ساعدني، رح يطق مخي. رح روح رح روح. طيفون. شو مراد؟ صار عندك إدمان على المعاملات؟ بدي خبرك شغلة، بعدين قولي اللي بدك إياه، بس مشان الله لا تقاطعني لحتى خلص، اتفقنا؟ طيب. شوف أنت بتعرف أني ما كنت منيح، بس الله هداني وعقلت. أنا تبت وهلأ عم دور على الناس اللي غلطت معهم وأطلب منهم السماح. يعني بدي إياك تسامحني لأني غلطت معك كتير. بعرف إنه مو شغلة مهمة، بس أنت لازم تعرف هذا الشيء منيح. كمل. من قبل 3 سنين كنا بالقهوة أنا وياك، بتتذكر؟ وقتها بعد ما غلبتني بالطاولة بدلت الأدوية تبعك، بس كنت عم أمزح باعتبار عندك عمى ألوان ما لاحظت طبعا. بدي أعتذر منك مشان هيك. وبتعرف شو كانت هالأدوية؟ لا لا ما بعرف، بس الفكرة أني وقتها ما كان قصدي ضرك. نقلع نقلع يلا. كل شوية أدوية شو صار يعني؟ لك لساتك عم تحكي نقلع من هون؟ نقلع. اوعك تفكر أني رح سامحك. أيوة بلا ما تسامحني نتن، أصلا أنا غلطان أني إجيت لعندك. ما أغباني. طيفون حبيبي شو صار؟ شو عم يحكي هذا الغبي؟ ما في شي عادي. هاد ملعب كتير، لا تخليه يضحك عليك، هاد واحد كذاب. يعني إذا بتسامحه أنا ما رح أحكي معك طول عمري. أنا تأخرت على الشغل حياتي، أنت وين رايحة؟ إيه أنا رايحة أطلع كم ليرة، حاكيني. ها باي. ما
نتن هالزلمة كتير حقير، شو فيها يعني مشان مسحة صغيرة بيعمل هيك؟ اهدى شوي مراد. ما عم بقدر اهدى عمي، هذا الزلمة السئيل عصبني كتير. شو صار بالوراق؟ خلصت الرخصة؟ ما خلصت، ما خلصت. إذا هو اللي بده يخلص لي إياها فأنا ما عاد بدي. ابني ما بيصير هيك، ما معنا غير لآخر الأسبوع. صباح الخير. أنا فكرت مراد. لا بس ما قالك بالعادة تفكري يا ست سونا. خلص أنا قررت استقيل. هذا أحلى خبر سمعته بحياتي عم إبراهيم. حتى أنه مو قاتل حالي عليك، أعطيني التعويض وبمشي. شو؟ أعطيني التعويض وأنا بمشي. سونا بس في شغلة لازم تعرفيها، يا روح اللي بيستقيلوا ما بياخدوا تعويضها، يعني كل واحد بيروح بطريقه بس، وهيك بتخلص القصة. هيك لكان. حرام، حلو هالفرن بس بعد هلأ ما رح تقدر تاخد الرخصة، يعني الفرن رح يتسكر. ايه لأنه خطيبي ما رح يخجلني إلا ما يكون في شي ناقص. ما بقى عندك غير يومين. ما رح نترك الحارة بلا خبز ولا يهمك، لأني رح أفتح فرن حلو وكبير عم إبراهيم. رح تجي معي؟ يعني مو معقول تضل بلا شغل مثل مراد. انت ما بتقدري تهدديني. انا بس عم بقترح عليك مراد، فكر منيح. اذا هيك القصة اعلى ما بخيلكم اركبوه. انت قادرة مراد يالنس. شو خير؟ هاي رخصة مراد يالنس. ليش شو عم تفكر تساوي؟ ولا شي، بس زعلت عليه هيك بتبين كأني عم بعمل هالشي مشان خلاف شخصي، وهي المعاملة بأيام فيها شغلة صغيرة بعدين رح أعطي الرخصة. بالنهاية ما رح نلعب بشغل الدولة، هالشي ما بيصير. ماشي أنا طالع لفوق طلبوني من المحاسبة. طيب أنا هون. هيك لكان، أنا اللي بدي فرجيك كيف بيكون التهديد. لك أنت ما تخجل من حالك؟ شو فكر إنه محل أبوك هاد؟ أنت هلأ عم تشتغل للدولة. بس دقيقة، ما بدي ولا كلمة، أصلاً أنا رايح اشتكي عليك. وبشو بدك تتهمني؟ سوء استعمال للموقع الوظيفي وخداع الناس وكل شي بقدر عليه. طيب لكان خدها وشوف كيف بيكون خداع الناس. تفضلوا، وين معاملتكم؟ كيف فيني أخدمكم؟ نحن كان في إلنا رخصة قديمة تركناها عندك، لما أخذنا من هون الرخصة جديدة بدنا نشوفها إذا كانت بالأرشيف. بس كل شيء بالرخصة القديمة مثل الجديدة بالضبط. إيه بعرف، بس يمكن في غلط ولازم نشوفه. ممكن نتأكد؟ بتأكد لك، بس بدي رقم الملف. 124. 124. طيفون أنا كتير متضايقة. خير؟ شو في سونا؟ مراد صار له ساعتين عم يبهدل فيني. طيب خلينا نطلع لبرا وبتحكي لي، عن إذنكم. بسرعة. طيب بلكي رجع. ما بيرجع، معنك شايف كيف بلفته وبلف. يعني هلأ لازم ارجع لعندهم. اوف اوف. انا نسيت اني وين السيد طيفون؟ هلأ بيرجع، راح على عنده شغلة وأنا قاعد مكانه لحتى يرجع. اللي هلأ شو بدك أعمل؟ يعني هذا الزلمة ممكن يعمل أي شيء بس مشان يقلعني من الشغل. خلص سونا بكفي.
أكيد ما رح نسمح له يعمل هيك شيء. أنت بس اهدي. الله بعت لي إياك طيفون، لولاك هالزلمة رح يأكل حقي. أنا لازم أرجع على المكتب هلا، بتصل فيكي. طيب. أنا آسف، وين كنا؟ إجانا هلا تليفون من الشركة، في كم ورقة ناقصة رح نروح نجيبهم. طيب، أنت أدرى. شكراً كتير، يعطيك العافية. الله يعافيك، يا أهلا وسهلا. لك شو طال عندي شوطة؟ خد ليكا. نخرب بيتي. يلا هات. والله نخرب بيتي. يلا بسرعة بسرعة. مراد، في شي؟ برافو عليك، يلا فوت واحد تاني. البطل تبعك هلا اجيت من عنده. مين؟ سيد طيفون؟ سيد؟ ليش بتعصب لما بتنجاب سيرته؟ ايه عم عصب؟ عم عصب لأنه بسبب السيد طيفون هاد رح يسكروا لي الفرن. لك هات بقى. يلا شوط. لك على مهلا. يلا لك مو هي. يلا بسرعة بسرعة. طمني، كل شي تمام؟ طبعا، انحلت المشكلة. بس لو خطيبك حل الموضوع وهو رضيان كان أحسن بكتير. طيب أنت شو بتفرق معك؟ هلأ شو صار بالمصاري؟ رح تاخدي مصاريكي، خلص لا تخافي. طيفون، لازم احكي معك. مراد اتركني. بدك تسمعني، بعرف انك ما بدك تسامحني، بس في شغلة لازم تعرفها منيح مشان سونا. سونا عملت هيك وسونا ساويت هيك؟ اساسا هي كانت متأكدة انك رح تحكي هيك من وراها. لا غلط، اليوم كان في بمكتبك شخصين. مراد، ما بدي اسمع شي منك، لساتك ما تغيرت، مستحيل تتغير. طيب مثل ما بدك، لكان ان شاء الله بتتهنى بهالعروس. شوفك بخير. مع السلامة. شو عم تساوي مراد؟ شو ما بدك تتعشى؟ مو هلأ، بعدين. بشو عم تفكر؟ ما عم فكر بشي أمي، هيك. في اسم موجود قدامك، ما في داعي تطلع لبعيد. أمي، شوفي أنا ما عم بهرب من الموضوع، بس هذا طيفون طلع ما بيستاهل. أنا عم حاول أعمل كل اللي علي. اليوم كنت رايح نبهه وهو ما سمعني أبداً. العمى شو هاد يا؟ هلأ أنا المفروض سامحه. مراد، بس أنت ما بيصير تفكر بهالطريقة الأنانية. من إمتى بتحسب هيك حسابات؟ أنتوا الاثنين لازم تسامحوا بعضكم. الإنسان لازم يطلع على أخطائه أول شيء، مزبوط ولا لا؟ شو أعمل أمي؟ فكر مزبوط، لازم تكون عادل وتحكم بالشي المزبوط. مرحبا عمي إبراهيم. أهلين. شو صار، انحلت القصة؟ لا، بس في عندي فكرة رح تحل الموضوع. شو هالفكرة؟ أنت اللي رح تحل عمي، بدنا نطلع توكيل من الكاتب بالعدل، وبهالطريقة هي منكون ما شفنا لهذا طيفون الكلب. شو رأيك؟ بيمشي الحال يعني؟ بس أنا ما بسمح لك تحكي عن خطيبي يا سيد مراد يالنيز. ليش بقى؟ أنت مبارح مع مين كنتي واقفة؟ مشبه علي مثل العادة. ما علينا مراد يالنيز، جيت لهون مشان أخذ التعويض. بس خطيبي ما رح ينبسط إذا سمع هالحكي. إن شاء الله عمره ما ينبسط، أنا ما بهمني. والله حلو هالفرن، شو نعمل؟ صار لازم أهل الحارة يدوروا على فرن تاني، بلكي بصيروا بيشتروا من فرني. عم إبراهيم تشتغل معي صحيح؟ اوعك تفكري انك رح تعملي اللي بدك اياه، بحرقه لهالفرن وما بخليكي تاخدي منه شي، فهمانه؟ بكره منشوف. على مهلك، شو هالصراخ؟ والله صرعتوني. لا تاخذنا سيدي. اصلا انا من الصبح معكر. شو هاليوم يا ربي؟
لك انتو خربطتوا نظام الدولة. كل الناس صاروا يطلعوا رخص مزورة وبدون ما حدا ينتبه عن طريق موظفين الدولة. المهم لميناهم كلهم، كل الصحف وحتى التلفزيون كان هنيك. شوف الأخبار إذا بلشت رح تطلع على التلفزيون. خلينا نشوف. لو سمحت ممكن يا شباب ممكن نجاوب على سؤال واحد بس؟ شو هالمسخرة هي؟ ممكن بس سؤال أنا عليها. طيفون؟ ليش بتعرفيه؟ هذا اللي عم بيوقع الوراق. الله بيعلم قديش طلع مصاري. العمى شو هالناس؟ عم بيخلوا العالم تتدين مشان تدفع له، وبتوقيع واحد بيطلعوا له ملايين إذا مو أكثر. طبعاً ما حدا رح يقدر لنا. سونا تعي معي شوي. لا خليني روح، أنا في عندي شغل. سونا استنى أنت، تعال هون. شو عم بيصير معكم؟ والله يا سيدي في ملعوب عم يلعب، بس لسه ما فهمته. أنا ما دخلني يا جماعة، خلي غيري يفكر بالقصة. ليكو شفنا. خلص روح، لازم تحل موضوع الرخصة اليوم. خليني أعطيك الملف أول شيء. أي والله أعطيني إياه. هات سيدي من بعد إذنك. يا روح تضرب شو موجب. شو دخلني من بعد إذني؟ عم يحكي كأنه موظف عندي. يعطيك العافية. تفضل. شوف لي موضوع هالرخصة. مراد يلنز؟ انت يلي حكى عنك طيفون؟ ايه مرمطني هون وهون، بس اتحاسب. لا، قال لي انه موضوعك خلاص، حتى كان متضايق لانه للأسف دخل عواطفه بشيء له علاقة بالدولة. والله انا برأيي انه هو عم يتعاقب على اللي عمله. كأني حاسك ما بتعرفه لطيفون. لا انا بعرفه من زمان، وما في داعي تحكي لي. هذا الناجح طيفون، كل شي صابه من مخه المصدي. بعرف، بس طيفون ما بيعمل هيك شيء. كل القصة انه ماله حظ. اصلا كل شيء صار معه لانه ما له حظ. انت شو قصدك؟ انت بتعرف انه طيفون من زمان كان ممكن يصير المدير العام هون، بس القصة انه باليوم الوحيد يلي تأخر فيه عن الشغل بالصدفة كان رئيس البلدية طالب منه شغلة مهمة كتير وبشكل شخصي، ولما تأخر طيفون هداك اليوم الوراق ما خلصت، ورئيس البلدية صار بموقف حرج كتير، قامت البلدية انضرت كتير. حظ. طيفون يلي بعمره ما تأخر هداك اليوم تأخر وتسبب بمصايب كتيرة. يمكن حظ أو شي تاني، المهم انه كان مكتوب له تصير معه كل هاي المصايب. امتى صار هالشي؟ قبل 4 سنين كان مريض وعم ياخد أدوية. هذا هو السبب. القدر. القدر. بس القدر ما بيظلم الإنسان، الإنسان هو اللي بيظلم الإنسان. يا حيف علي، وينه طيفون هلأ؟ أكيد هلأ بالحبس عم يستجوبوه. أكيد مو هو، مستحيل. وإنت وراءك خالصة. شكرا. أعطيني يا، ما بصير هيك، تعال هون. ليش ما عم تلعبنا؟ انت واحد لقيم لعبنا معك. هاتا بس شوي لك. هاتا اعطينا هاتا بس شوي. لا تعملوا هيك يا اولاد. يا اولاد لك شو عم تعملوا؟ لعبنا فيها يا اولاد. لك هاتا، لك شو بكون؟ عمو مراد بدهن يسرقوا طابتي. ليش بدكن تسرقوا له طابته؟ مو عيب؟ عمو نحن عم نلعب بالدور، بس رأفت بده يضل عم يلعب كأنه الدور لإله. رأفت هي الطابة تبعي، ليش حتى استنى الدور؟ شوف رأفت، يعني إذا الطابة إلك ما بصير ما تلعب رفقاتك فيها. شوفوا أنا رح أحكي لكم قصة. لما كنت صغير كانت الطابات غالية، مشان هيك إذا واحد من الحارة اشترى طابة كنا كلياتنا نضل نلحق فيه وصاحب الطابة يلعب اللي بده إياه. زدت أنا عندي. هاتا يلا، هاتا هاتا لهون. هات هات شوطة لهون. بفوتكم يا الله يا الله. اعطيني اياها شوي. شو بدك فيها؟ لوين رايح؟
لا تعطوا الطابة. ليش؟ لأني ما بحبه. شو نعمل لك يعني؟ لأنه هي الطابة لإلي. إذا هيك أنا ما بدي ألعب. وأنا ما بدي ألعب. وأنا ما بدي ألعب. خد طابتك ولعب لحالها. يلا نلعب. خلص منلعب شغلة تانية. شو رأيك نلعب طمامة؟ أنا رح أتخبى. أنا اللي بدي أتخبى. واحد اثنين استنوني بدي أتخبى. أربعة خمسة ستة سبعة. يعني هذا رفيقة؟ إيه كان رفيقي وبيحب العدل. ممكن ما يكون بكرة عندك طابة، بس دائما الطيبين، الناس الطيبين بيكسبوا رفقاتهم. لعبوا مثل الرفقات، اتفقنا؟ ها؟ لوين بدك تروح؟ لعند رفيقي مشان ادفع له الدين. يلا تعالوا نلعب. ها هي الطابة، يلا لعبوا. هاتا هاتا شوطة. شوطة يلا عندي. شو طلع عندي؟ يلا زد يلا بعيد. يلا وراها. طيفون جول أغلو هون. شو بدك منه؟ أنا رفيقه. إذا بدك أول شيء احكي مع المحامي. طبعا. مرحبا أستاذ، هالزلمة بده يشوف موكلكم. طيب تفضل. كيفك أستاذ؟ أنت محامي السيد طيفون ما هيك؟ أي تفضل. طيب الله يرضى عليك يا ابني. يخلي لي ياكي. مالك فهمانه؟ هادي اللي شايفه قدامك عم يشتغل مع العصابة مراد؟ المكان كتير حلو. أنا وصغيرة كنت إجي مع أبي لهون. هو كان يشرب قهوة وأنا كنت أشرب كازوز. بدي تروح وتختفي. خلينا نحن نسكر هاي القضية. ماشي احكي هيك من الأول. يلا شريف يا شباب خليكن هون قدام البيت لبين ما نرجع. ماشي أمرك سيدي. نحن بدنا نستدعي الشاهدة سونا سبيتجي. الشاهدة سونا سبيتجي. وأنا كنت نسيان ورقة ولهيك رجعت. ما بتخجلي؟ شبك بدك يعني اكذب؟ تقرير البصمات والتوقيع ضدنا، يعني كل الأدلة عم تقول انه طيفون مذنب، بس هذا التوقيع مزور. خير ان شاء الله. شو القصة؟ صاير معكم شي مشكلة؟ في طلب حجز على اموالك يا سيد عاصم. ايه. يا عيب الشو. لك شو عم تهددني ولا؟ فهمت شو رح تعمل؟ فهمت رأفت؟ فهمت. في أدلة جديدة. موكلي طيفون جول أغلو معه عمى ألوان. لحظة أنا بعترض. لو سمحت اعتراضك مرفوض. مروة كنت جاي لعندك. جبت لك هي معي. أنا استني. أي واحدة منه انتبهي؟ يمكن